وللحديث عن الانتهاكات التي تجري في مستشفى الرشاد للأمراض النفسية في بغداد والقطاع الصحي بشكل عام، معنا من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا ضياء الشمري. أهلا بك أستاذ ضياء. بداية، لجنة الصحة النيابية تقول إن مرضى مستشفى الرشاد يتعرضون للتعنيف. السؤال هنا، كيف يمكن لوزارة الصحة القبول بتعرض المرضى وخاصة النفسيين للانتهاكات بهذا الشكل؟ السلام عليكم وتحياتي للجميع. أهلا بك. حقيقة الأمر الذي يتعلق بالمستشفى هو أمر يخص وزارة الصحة، ووزارة الصحة هي المسؤولة الأول والأخير عن ما يحدث مع السجناء، ولكن وزارة الصحة يعني ادعاءاتها أنه ما عندنا إمكانية مادية، ولا الحكومة الحالية هي رصدت المبالغ لإكفاء المرضى ولإكفاء الساكنين في هذه المستشفى. بالإضافة إلى هذا، يعني هو التأخير من الحكومة العراقية وعجز الحكومة العراقية من أبسط الأشياء لتوفيرها للمواطنين، لأن الانتهاكات التي تحدث في المستشفى هي انتهاكات قانونية وحقوقية، وهذه أبسط ما تقدمه الدولة لمواطنيها هو العناية الصحية. ولكن العناية الصحية يعني ضربها عرض الحائط، يعني حقيقة احنا لا نفهم الحكومة العراقية ماذا تعمل بالوقت الحاضر، يعني كيف تتصرف بهذا البلد بهذه التصرفات. أستاذ ضياء، على افتراض أن هذا التعنيف جزء من قلة خبرة الملكات الطبية مثلا أو المستخدمين في المستشفى، لكن أين الرقابة الحكومية في ظل سرقة 160 جهاز تبريد للهواء مخصصة لمستشفى الرشاد للأمراض النفسية في بغداد؟ كيف يمكن التفريط بهذا العدد من المكيفات في ظل درجات الحرارة القاتلة التي يشهدها العراق؟ حقيقة يعني الأمر هو الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة المعنية في المستشفى هي التي تسرق. من الذي يسرق؟ هل معقول تيجي من خارج المستشفى إذا كانوا متعاونين من داخل المستشفى لسرقة هذه الأجهزة؟ يعني المستشفى هي متعاونة معهم، والأجهزة الأمنية أيضا متعاونة، وهذه نحن نعلم أنه هذه الأجهزة الأمنية والموظفين المسؤولين عن حماية المستشفى هم أغلبهم من الميليشيات، وتسلطوا على أرقاب العراقيين. يعني حقيقة هم أتوا لتدمير هذا البلد، يعني كل واحد من عندهم من دول السياسيين ورؤساء الكتل السياسية لازم معول بإيده وتفليش العراق. يعني حقيقة لا، يعني لحد الآن نحن لم نجد بادرة من بوادر الأحزاب السياسية التي كانت تقولها سابقا وبالوقت الحاضر، فقط مواعيد، وهذه المواعيد ومسروقة مليارات من الدولارات من الشعب العراقي، وكلهم نحن نعلم ماذا يملكون والوقت الحاضر ماذا يملكون. يعني حقيقة الأمر هو الأجهزة السياسية الموجودة في العراق هي المسؤولة عن ما يحدث في العراق من دمار. أستاذ ضياء، حديثنا في ذات الموضوع متواصل، ولكن نذهب الآن إلى زاوية مختلفة. يعني كيف يمكن لوزارة الصحة أن تترك هؤلاء المرضى بهذا الشكل مع موظفين أمنيين أو كوادر صحية غير مدربة ولا مؤهلة؟ الكوادر الموجودة وبقية الدوائر الرسمية العراقية هم كلهم تعيين على حسب المحافظة، يعني تعيين لربما أن يكون هذا العدد الموجود في المستشفى هو أكثر من عنده بكثير مما يستلمون الرواتب من المستشفى. هذا لازم أيضا نخليه بالحسبان، لأنه الموجودين متعينين في المستشفى أولا لا عندهم الإمكانية ولا القابلية أنه يديرون هذه المستشفى، لأنهم أشخاص غير مهنيين أتوا عن طريق الأحزاب السياسية والميليشيات، دخلوا بهذه المؤسسات ودمروا البنية التحتية في هذه المؤسسات، وهذا ما يحدث بالعراق وبقية المؤسسات العراقية الأخرى. إلى سؤال جديد، ماذا يفعل باعتقادكم أصحاء بين المرضى في مستشفى الرشاد وسط تصريحات من وزارة الصحة التي أكدت أن المستشفى وصل إلى حالته الاستيعابية القصوى؟ ما الذي يجري؟ حقيقة المستشفى يعني وبقية المستشفيات الموجودة بالعراق يعني فيها مسائل صحية، النظافة، الكادر الطبي غير مؤهل، يعني كثير من المسائل إذا واحد يجي يدرسها دراسة كاملة
لانه هذه الدراسه اللي موجوده عندهم انا ما اعرف كيف يعني ما قاعد يدزون ناس للخبرات يعني كسب خبرات او ياتون خبراء الى العراق ويعملون كخبراء لفتره قصيره شهرين او ثلاثه اشهر لاعاده هذه المؤسسه حتى تمشي بالطريق الصحيح، ولكن الحكومه العراقيه لا عندها النيه بالقيام بالاعمال الممكن القيام بها لاصلاح هذه المؤسسات، ومن ضمنها المؤسسات الصحيه هي ممكن ان تبني ردهات اخرى كبيره واوسع حتى تستوعب هذه الامكانيه. السرقات هي اهم عاضله موجوده في هذه المؤسسات، الحكومه العراقيه تنهب من قبل السياسيين والمتحكمين في العراق. ومن ضمنهم كل هذه الاعمال التي تقوم بها الحكومه يعني ترى هذا العمل، ولا تقوم الحكومة بردع هؤلاء عن كيفية محافظة الدولة على المؤسسات اللي هي مهمة جدا ومن ضمنها الصحة. سؤالي الأخير إليك أستاذ ضياء، يعني على الجانب الآخر تعرض الكوادر الطبية لاعتداءات في مستشفيات أخرى مثل ما حصل في مستشفى ابن الخطيب مؤخرا، إلى أي مدى يشير إلى وجود انتهاكات وخروقات ممنهجة ومقصودة؟ حقيقة هذه يعني أغلب الأطباء العراقيين خرجوا من العراق لهذه الأسباب، يعني كثير من المستشفيات تقريبا الكادر اللي كان هو إلى 50 إلى 30% نقص الكادر الطبي الموجود في المستشفيات، لأنه سبب العنف الذي يستعمل والضغوط التي تستعمل على الأطباء وعلى الكادر الطبي الموجود في المستشفى من قبل الأشخاص، وهي الأشخاص مدعومة من الميليشيات، وهذه الميليشيات هي التي تتحكم بأمور العراق وبأمور المؤسسات العراقية. على الحكومة العراقية أخي العزيز، السلاح لا يمكن أن يكون بأيدي أي جهة أخرى ما عدا الجيش والشرطة والأمن. في العراق عندنا كذا مؤسسة هي تحمل السلاح وعندها سجون خاصة، هذا الأمر صعب أنه القيام به إذا ما تقوم الحكومة بتجريد هؤلاء من السلاح حتى تتمكن الحكومة من السيطرة على الاعتداءات على الموظفين والمؤسسات الدولة. هذا الذي يحدث في العراق. من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.